أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لا زال حديثنا موصولا حول تزكية النفس، نفس الإنسان الذي وصفه الله بأنه كان ظلوما جهولا، وأنه ظلوم كفار، وأنه لربه لكنود، وأنه خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. هذا الإنسان الذي ألهم الله نفسه فجورها وتقواها، هذا الإنسان الذي ابتلاه الله فهداه النجدين وعرفه الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لا يستطيع هذا الإنسان أن يتزكى ويتطهر إلا إذا جاهد نفسه ليحررها من أهوائها وشهواتها والاستسلام لغرائزها حتى تترقى وترتفع عن مستوى الحيوانية إلى مستوى الإنسانية أو مستوى الملائكية. لا يتم هذا إلا برياضة، كما تراض الأجسام لتقوى وتسلم، لابد أن تراض النفوس وأن تزكى وأن تجاهد. ومن سار على الدرب وصل، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لابد أن تجاهد وأن يكون جهادك في الله، في سبيل الله، لابتغاء مرضات الله، حتى تصل إلى هدى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تزكية النفس أمر مفروض على كل مسلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهو طريق طويل لابد أن تجتاز فيه محطات، ولا بد أن تقطع فيه مراحل حتى تصل إلى نهايته. هذه المحطات كثيرة ووفيرة، لا نستطيع أن نتحدث عن تفصيلاتها، ولكننا نستطيع أن نتحدث عن المحطات المهمة والكبيرة والرئيسة في هذا الطريق إلى الله، الطريق إلى رضوان الله، الطريق إلى الجنة. أول محطة في هذا الطريق هي محطة العلم، محطة المعرفة، أن تقطع طريقك عن بينة على نور على بصيرة، أن تعرف إلى متى تسير وكيف تسير، لا تمضي على عمى. ليس عندنا في الإسلام اعتقد وأنت أعمى أو آمن ثم أعلم، لابد أن تعلم طريقك أولا. الإمام البخاري رضي الله عنه يقول: باب العلم قبل العمل. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلم واستغفر، الاستغفار عمل، قدم العلم على العمل. ومن أدلة ذلك أن أول ما أنزل الله في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة مفتاح العلم والمعرفة. قبل أن ينزل الله أحكاما وأوامر ونواهي أمر بالقراءة، أي بالتعلم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أنزل الله بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر
وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. امره بان يؤدي حقه لله وحقه للنفس، ربك فكبر، ثيابك فطهر، ان يفعل ويترك، والرجز العذاب واسباب العذاب وهي المعاصي فاهجر، ولربك فاصبر. ان الطريق طويل يحتاج الى صبر، الى صبر طويل، ولربك فاصبر. بدأ الاسلام بالعلم قبل العمل، ولذلك على من يريد سلوك الطريق الى الله، على من يريد تزكية النفس، ان يتعلم، ان يعلم ما هو فرض عليه في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق اسرته وفي حق جيرانه وفي حق مجتمعه وفي حق امته وفي حق الانسانية جمعاء. هذا كله يحتاج الى ان يتعلم ليمضي في طريقه على نور. ولذلك كان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هناك من العلم ما هو فرض كفاية يجب ان يتعلمه بعض الناس فيغني بعضهم عن بعض. ليس من الضروري ان يكون كل الناس متبحرين في علم الفقه او علم التفسير او علم الحديث، وليس من الضروري ان يكون كل الناس كيميائيين او فيزيائيين او مهندسين او اطباء. العلم سواء كان دينيا ام دنيويا منه ما هو فرض كفاية. يجب على الامة ان يكون فيها عدد كاف من اهل العلم بحيث تكتفي اكتفاء ذاتيا في هذا الامر ولا تحتاج الى غيرها. هذا ما يسميه العلماء فرض الكفاية. اذا قام به بعض او عدد كاف سقط الاثم عن باقي الامة، والا اثمت الامة جميعها. يجب على الامة ان يكون فيها من العلماء والخبراء في كل علم من علوم الدنيا او علوم الدين من يسد حاجتها ويلبي مطالبها ويغنيها ان تكون عالة على غيرها. ولكن هناك علم هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. كل مسلم ومسلمة عليه ان يتعلم من دينه ما يصحح به عقيدته في الالوهيات والنبوات والسمعيات. يعرف من اسماء الله تعالى وصفاته، ويعرف من حقائق النبوة، خصوصا النبوة الخاتمة نبوة محمد، ويعرف من امور الاخرة ما يصل به الى ثلج اليقين وبرد اليقين. عليه ان يعرف من امور الحلال والحرام ما يضبط به سلوكه فلا يقع في الحرام وهو لا يدري. لابد ان يتعلم، خصوصا ما يتعلق به. ان كان تاجرا عليه ان يعرف اصول التجارة واصول المعاملات. ان كان غنيا يجب ان يتعلم ما يجب عليه في امور الزكاة. ان كان يريد ان يحج عليه قبل الحج ان يتعلم احكام الحج. وهناك اشياء على كل انسان ان يعرفها مما لابد منه من احكام الطهارة والصلاة والصيام وهكذا. لابد ان يتعلم دينه، يتعلم، واهم شيء ان يتعلم علم طريق الاخرة، علم طريق الله. قد يعرف الانسان كتب الفقه، وقد يحفظ الالوف من الاحاديث، وقد يقرأ من كتب التفاسير، ولكنه لا يعلم في طريق الاخرة شيئا. يقع في مهاوي المعصية ويسير في ركب الشيطان ويتبع الهوى المضل عن سبيل الله وهو لا يدري. المهم
ان تتعلم طريق الآخرة وتتعلمه من اهله، من العلماء الربانيين الذين يدلونك على الله ويأخذون بيدك في طريق الله، تتعلمه بالسماع وتتعلمه بالقراءة من الكتب التي تنير قلبك للإيمان وتشرح صدرك للإسلام وتحثك على عمل الصالحات واستباق الخيرات واجتناب السيئات. يمكن أن تتعلم، وفي عصرنا أصبحت أدوات العلم ميسورة، تستطيع أن تتعلم بالقراءة وتستطيع أن تتعلم بالسماع من الأشرطة وتستطيع أن تتعلم من الفضائيات وتستطيع أن تضع الشريط وأنت سائر في سيارتك لتستمع إليه. المهم أن تحسن القراءة وتحسن السماع، تحسن اختيار ما تقرأ وتحسن اختيار ما تسمع. قال احد الحكماء: اخبرني ماذا تقرأ اخبرك من انت. استطيع ان اعرف شخصيتك من نوع ما تقرأ وكذلك من نوع ما تسمع. اذا كنت مولعا بالمبالغات والتهاويل التي يقولها بعض الوعاظ فانت انسان سطحي، انت انسان لا تريد ان تعرف حقائق العلم، تريد ان تعيش على السطح في هذه التهاويل التي لا تعرف منها حقيقة. حاول ان تصبر الاغوار وان تدرك الحقائق، ان تغوص في الاعماق لا تقف عند السطوح. ولذلك اختار عالمك واختار كتبك واختار من تستمع اليه. هناك اناس راجت في هذه الايام كتبهم ورادت اشرطتهم ورادت، وكلما سمعتها امسكت قلبي. ان هؤلاء يضللون المسلمين، يكبرون الامور الصغيرة ويصغرون الامور الكبيرة ويهونون الامور العظيمة ويعظمون الامور الهينة. هذه مشكلة كبيرة تحتاج الى ادراك، تحتاج الى حسن فهم حتى نفهم عن الله وعن رسوله. ولذلك اختر العالم، العالم واسع الافق لا العالم الضيق الافق، العالم الذي اتسع ادراكه واتسعت معرفته وعاش في هذا العصر بعين يرى فيها العصر من ناحية ويرى فيها التراث الاسلامي والعلمي من ناحية اخرى. ثم من ناحية ثانية احذر العالم الذي يتبع الهوى، الذي يبيع دينه بدنياه او يبيع دينه بدنيا الحكام والامراء او يبيع دينه بدنيا العامة. هناك علماء يبيعون دينهم للسلاطين، وهناك اخرون يبيعون دينهم للعوام، يبحث عما يرضي العامة ويرضي شهواتهم ومبالغاتهم. وهؤلاء اخطر من علماء السلاطين، لان علماء السلاطين يكشفون وهؤلاء قلما يكشفون. احذر هؤلاء، احذر الهوى، العالم الذي يتبع الاهواء، اهواء السلاطين او اهواء العوام. ثم ابحث عن العالم المعتدل الذي لا يفرط ولا يفرط، لا يغلو ولا يقصر. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. تستطيع أن تنتقي كتبك وأن تقرأ، فإذا أشكل عليك أمر سألت فيه العالم الثقة. وأحب أن أنبه هنا أن كثيرا من الناس يحسبون أن كل واعظ جيد مفت جيد، أن الخطيب الذي يهز أعواد المنابر قادر على أن يحسن الفتوى للناس. وهذا فن وهذا فن، هذا علم وهذا علم.
قد يكون خطيبا من اعظم الخطباء وليس اهلا لان يفتي. فاحذر ان تأخذ دينك من كل صاحب عمامة او كل صاحب لحية كبيرة، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. اذا اشكل عليك امر فاسأل به خبيرا كما قال الله تعالى: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وان اخطر ما يصاب به المسلمون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ان يأتي زمان يفقد فيه العلماء الاصلاء، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاذا سئلوا افتوا بغير علم فضلوا واضلوا، ضلوا واضلوا. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اصيب احد الصحابة بجراحة ثم اصابته جنابة، فاستفتى بعض اخوانه فافتوه ان يغتسل وبه هذه الجراحة، فاغتسل الرجل فتفاقم الجرح عليه فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى الجاهلة قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. اخبر انهم قتلوه بهذه الفتوى، من الفتاوى ما يقتل، ما يسفك الدماء، قتلوه. ودعا عليهم فقال: قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا اذ لم يعلموا؟ فانما شفاء العي السؤال. الجهل مرض يشفى بسؤال العالم، انما شفاء، انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه ويتيمم. قتلوه قتلهم الله. حاول ان تتعلم دينك، اول محطة في الطريق الى الله، في طريق تزكية الانفس، العلم والمعرفة. ان تبني طريقك على علم، وانما العلم بالتعلم. الله تعالى يقول: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. هذه ادوات المعرفة، السمع والبصر، الفؤاد، العقل. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بعض الناس يرون حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اكثر اهل الجنة البل. وهذا حديث لا قيمة له في ميزان العلم، بل اهل الجنة هم اولو الالباب كما ذكر القرآن الكريم عن اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين لهم الجنة، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. افمن يعلم انما انزل اليك من ربك هو الحق كمن هو اعمى؟ انما يتذكر اولو الالباب. وذكر اوصافا لاولي الالباب ثم قال: اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. العلم والمعرفة. واول ما يجب تعلمه هنا ان يعرف المسلم الهدف ويعرف الطريق، يعرف غايته ويعرف طريقه. فالناس اصناف شتى، هناك من يعيش في هذه الحياة لا يعرف له هدفا، ليس له غاية، يعيش ويموت، هو حي كميت وموجود كمفقود،
لا يعرف لماذا يعيش ولا يعرف لماذا يموت ولا ماذا بعد الموت، هو الذي يقول فيه الشاعر: فهذا الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. هذا صنف من الناس، وصنف من الناس يعيش لغاية، غايته هي شهواته ولذائذه، يعيش لبطنه وفرجه، كما قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعيش لبطنه ولفرجه. وقد قال أحد الحكماء: من كان همه بطنه وفرجه فقيمته ما يخرج منهما. ويروى عن أبي نواس أنه قال: إنما الدنيا طعام وشراب وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. الدنيا أنك تأكل وتشرب وتنادم رفقاءك على الكأس والطاس، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا صنف من الناس، صنف يعيش لشهواته، لبطنه وفرجه. هناك صنف آخر همه شيء آخر، همه الجاه، همه أن يكون له شأن في الناس، أن يأمر وينهى. كما سئل بعضهم: ما سعادتك؟ قال: سعادتي في إعزاز الأصدقاء وإذلال الأعداء. وقال الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يعيش الفتى كيما يضر وينفع. هذا صنف مهمته الجاه في الدنيا، أن يذكر اسمه، أن يشار إليه بالبنان، أن يقف الناس له قياما، إذا استؤذن أذن له، وإذا شفع شفع، وإذا قال استمع. هذا صنف. وصنف آخر غايته أن يجمع القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أن يكون له غنى قارون أو ما شاء من أولئك الأثرياء، ومهما أوتي فلن يشبع، إن لعابه يسيل دائما إلى الزيادة، لا يقنع بقليل ولا يشبع من كثير، شأنه شأن جهنم يقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد. هذا يعيش في الدنيا يجمع ولا يشبع، هو يعيش عيشة المحروم، لأنه دائما لا 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 يحس بالرضا ولا يحس بالقناعة ولا يحس بالسكينة. ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. وهناك صنف من الناس يعيش لغاية أسمى، لغاية عظمى، لهدف أكبر وأعلى من هذا كله، إنه يعيش للآخرة، يعيش للحياة الباقية، يعيش لربه لا لنفسه. لقد تحرر من ذاتيته وعبد نفسه لله، تحرر من العبودية للبشر ومن العبودية للحجر، وما الذهب والفضة إلا حجران. تحرر من العبودية للذات، من العبودية للأشياء، من العبودية للأشخاص، وجعل نفسه عبدا لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الإنسان الحقيقي، الإنسان العظيم الذي أصبح يعيش لرسالة ويعيش لهدف في الحياة. إنه الذي أجاب عن الأسئلة الخالدة إجابة تشفي الصدور،
وتملأ النفوس. الأسئلة الخالدة هي من أين وإلى أين ولما وما أنا، من أين جئت وجاء هذا العالم من حولي، هل جئت بغير شيء أم خلقني الخالق ودبرني مدبر؟ إن المؤمن استراح وأراح حينما قال إنما جاء بي إلى هذا العالم خالق عظيم ورب حكيم، خلقني لغاية وحلقني لرسالة، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هكذا عرف الإنسان المؤمن من أين جاء ومن الذي جاء به وإلى أين يذهب. أيعيش هذه المدة من الزمن سنين تقصر أو تطول ثم ينتهي ولا شيء بعد ذلك؟ يمشي على التراب ويأكل من التراب ثم يدفن في التراب ويأكله التراب وقد انتهى كل شيء؟ لا، بل كما قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه التارة الأخرى هي المهمة لأنها الدار الباقية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا الإنسان عرف غايته أنها الدار الآخرة، الحياة الباقية، والحياة الباقية فيها جنة ونار، فيها ثواب وعقاب. هو حريص على أن يكون من أهل الجنة. الجنة تهون أمامها كل مغريات الدنيا، كل ما يلهث الناس من أجله من هذه الشهوات، كما قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الحياة السفلى حياة، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. لابد للإنسان أن يعرف غايته، ما هي هذه الغاية، ولابد أن يجيب عن هذه الأسئلة من أين وإلى أين ولما. لماذا خلقت؟ أخلقت عبثا وأعيش في هذه الدنيا عبثا ثم تنتهي بالموت؟ كما قال بعض الناس الدنيا أشغال شقة وأخرتها الإعدام. هل هو إعدام وانتهى الأمر؟ لا والله لا، إن الموت ليس نهاية المطاف، إن الموت رحلة إلى حياة أخرى. وما الموت إلا رحلة، غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي. لا معنى لهذه الحياة لو كنا خلقنا لهذه الأيام ثم تطوى صفحاتنا وننتهي،
ويطوين العدم، لا، بل هناك حياة خالدة توفى فيها كل نفس ما كسبت وتخلد فيما عملت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن هناك أناسا مساكين يعيشون في هذه الدنيا لا يعرفون لهم هدفا، لا يتذوقون لحياتهم معنى، يحسون بالضياع والتفاهة. أولئك الغربيون، أكثر الغربيين الذين نراهم اليوم، الذين وصلوا إلى الفضاء ووصلوا إلى الكواكب البعيدة وسخروا ما سخروا من هذه الطبيعة، أكثر هؤلاء يعيشون ولا يعرفون لحياتهم معنى، يحسون بالتفاهة، يشعرون بالضياع. ولذلك ترى كثيرا منهم يلجؤون إلى الانتحار لأوهى الأسباب، لأدنى الأشياء، لأن حياته لا قيمة له. الإسلام أعطانا الشعور بنفاسة هذه الحياة، هذه الأيام المعدودة والأنفاس المحدودة والسنين المعلومة، هذه لها قيمة كبيرة، لأننا نزرع فيها اليوم لنحصد غدا، نغرس اليوم لنجتني الثمار في الآخرة. فهذه الدنيا رغم قلة أيامها نفيسة جدا، لأنه لا شيء غيرها، هذا العمر عمر واحد، لسنا لنا عمران ولا ثلاثة. ولذلك كان عمرك نفيسا وكانت حياتك نفيسة، لابد أن تستغل أيامها ولياليها وساعاتها ودقائقها وثوانيها، ولا تضيع شيئا منها عبثا ولا غفلة. هذه هي الحياة التي نشعر بها، نحن نعيش في دنيانا لنبني لآخرتنا، نحن نعيش للخلود، وإنما نحن ضيوف هنا، سنغادر هذه الدار إلى دارنا الحقيقية. لابد أن نجيب على هذه الأسئلة، من أين وإلى أين ولما، هذا ما يجب أن يعرفه كل سائر في هذه الطريق، يعرف غايته، لماذا يعيش، ما هي رسالته، ويعرف طريقه، وهو الطريق المستقيم، الصراط الذي علمنا الله أن نسأله أن يهدينا إياه كل يوم في صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين عرفوا طريق الحق وتركوه اتباعا لأهوائهم وعصبية لأنفسهم، والضالين الذين تاهوا عن طريق الحق ولم يعرفوه. لا تسلك طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء، اسلك الصراط المستقيم الذي بعث الله به آخر رسله وأنزل به آخر كتبه وفصل فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأرشدك إلى طريق الهدى وميز الرشد من الغي والهدى من الضلال. عليك بهذا الطريق وامض وراء صاحب هذا الطريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الهادي إلى هذا الصراط، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فخط لهم خطا مستقيما على الرمل، وسيلة الإيضاح عنده كانت الرمل، خط لهم خطا وقال هذا صراط الله مستقيما أو سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة متحرفة ملتوية،
وقال: وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طريق الوسط، الصراط المستقيم، اتبعوه، اياكم والمنعرجات والملتويات والطرق المنحرفة هنا وهناك، فان على رأس كل منها شيطانا يدعو اليه. سيروا وراء محمد صلى الله عليه وسلم، اعرفوا الغاية ايها المسلم، اعرف غايتك وحدد هدفك ثم اعرف طريقك وسر في هذا الطريق ولا تمل عنه يمينا ولا شمالا تهتدي. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين.